شكرا سيادة الرئيس لاستقبال الجلالة. أهلا وسهلا. إحنا هذا أهم شيء بدنا، كيف يمكن أن نرفع من مستوى الناس ونساعدهم، وخاصة المشاريع والقروض، ويعني هذه الأمور المالية التي تخدم كل الناس وتفتح المجال أمام كل شبابنا وخاصة الشباب الصغار ليقوموا بدعم أهلهم ومساعدتهم. الناس يظل يفكر بالحكومة، الوظيفة في الحكومة بطلوا، هذه الحكومة ناشية. نحن نساعد بعضنا البعض ونعيش. إذا سمحت سيادة الرئيس، رح استعرض تقرير عن إنجازات الصندوق، صندوق الاستثمار مع شركائه في كتل القرار، البنوك، مستثمرين آخرين. ما رح نحكي عن كل القطاعات، لا رح نحكي عن الطاقة اليوم ولا الاتصالات ولا القطاع المالي، حنركز على المشاريع الصغيرة، لأنه زي ما تفضلت سيادتك نريد أن نعطي هذا الموضوع أهمية خاصة في المرحلة القادمة نتيجة تحديات الوضع السياسي وأيضا المالي والاقتصادي. فالحمد لله نستطيع أن نقول أنه بناء على مراجعة لما تم إنجازه في 10 سنوات الماضية في هذا المجال، مجال دعم شركات صغيرة والمتوسطة وفرص العمل التي تم إيجادها في خلال 10 سنوات الماضية من خلال برامج الصندوق وبالشراكة مع مؤسسات مختلفة، جزء منها محلي وجزء منها دولي، تم خلق 75,000 فرصة عمل في قطاعات مختلفة. ونسعى إن شاء الله في 10 سنوات القادمة أن نخلق 100 فرصة عمل أيضا في قطاعات مهمة، وبالإضافة لذلك نعمل في نفس الوقت على تخفيض حجم الاستيراد من البضائع الإسرائيلية بحيث نخفض قيمة المستوردات من إسرائيل بنسبة 50%. يعني بالإضافة إلى العائد المادي نسعى إلى تحقيق إيجاد 100,000 فرصة عمل في 10 سنوات القادمة، بالإضافة لتخفيض قيمة الواردات من الجانب الإسرائيلي بحوالي 50%. هذا هو الهدف العام اللي ناويين نشتغل عليه في المرحلة القادمة. الآن بدي أستعرض مجموعة البرامج اللي تم من خلالها تحقيق ما تم تحقيقه لغاية الآن. أولاً استطعنا بالإضافة لمواردنا الذاتية استطعنا جلب استثمار وتمويل خارجي غير الصندوق بقيمة 1.1 مليار دولار. يعني احنا حطينا مصارينا لكن استطعنا نجيب ضعف ما وضعناه من استثمارات في هذه المشاريع، وهذا احدى اهدافنا ان نجيب مستثمرين وممولين اخرين. ثانيا استطعنا دعم 4400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال هذه البرامج. رقم 3 بدي استعرض مجموعة من البرامج اللي قمنا بتنفيذها لغاية الآن. البرنامج الأول سميناه برنامج إبدأ للمشاريع الصغيرة. هذا المشروع بدأ بحجم تمويل 30 مليون دولار. شريكنا في التمويل هو الصندوق العربي للتنمية اللي مقره الرئيسي الكويت ويتبع الجامعة العربية. تحت هذا البرنامج سيادة الرئيس قمنا بتمويل 1240 مشروع. خلق أو أوجد حوالي 2500 فرصة عمل. قمنا من خلال هذا البرنامج لغاية الآن بتقديم 10.5 مليون دولار قروض لشركات التمويل الموجودين حالياً في هذه القاعة، وهذا الكلام لغاية 2018. لكن كمان بحب نبشرك بأنه أيضاً الأسبوع اللي فات تم توقيع 4 اتفاقيات جديدة أضافت لهذا المبلغ مبلغ إضافي، وصلنا قيمة المبالغ المقرضة للشركات الصغيرة للشركات الإقراض 22 مليون دولار، وإن شاء الله في السنة التالية سيصل هذا المبلغ إلى 30 مليون دولار. هذا برنامج إبدأ ننفذه من خلال شركات الإقراض الصغيرة المتواجدة معنا حاليا وعددها 8، وإن شاء الله سنعطي الفرصة لهم أن يتحدثوا لاحقا. لكن أيضا يجب التنويه أنه جزء من هذا المبلغ تم تخصيصه لمدينة القدس، 5 ملايين دولار إقراض لمشاريع داخل القدس، و بالإضافة إلى برنامج منحة القدس اللي أيضا بنفذه مع البنك الأوروبي الاتحاد الأوروبي بقيمة تمويل إضافية 4.5 مليون دولار. هذا
برنامج منح مش قروض. لغايه الان استطعنا توفير دعم ل 40 مشروع انتاجي في القدس من خلال هذا البرنامج، وان شاء الله سيصل العدد الى 60 مليون 60 شركه قبل نهايه العام. هذا 60 شركه انتاجيه، في منهم اتلات، في منهم مصانع، في منهم سياح، مشاريع سياحيه، مطابع. هذا مشروع منح في القدس داخل الجدار. طبعا انا لا اذكر هنا المشاريع الزراعيه السياحيه والعقاريه اللي الصندوق بيشتغل عليها، انا ذكرت فقط المشاريع الصغيره، دعمنا للمشاريع الصغيره، هذاك موضوع اخر ان شاء الله بنرجع له في فرصه اخرى. لكن برنامج منح القدس مستمر ان شاء الله مع الاتحاد الاوروبي، وهذا سيخلق 300 فرصه عمل جديده. طبعا ايضا له هذا الموضوع معاني سياسيه مهمه لنا وايضا للاتحاد الاوروبي سياده الرئيس، لان الاوروبيين ايضا يثبتوا لنا مش فقط بالموقف السياسي وايضا بالموقف العملي والمادي والمالي انه يدعموا عروبه القدس وفلسطينيه القدس، وهذا شيء مهم نقدره له. البرنامج الثالث اللي مشغلين فيه حاليا هو برنامج تمويل المعدات للمشاريع الصغيره، يعني غير انه نعطي قروض لاشخاص يبدوا مشاريعهم، في شركات موجوده لكن بفضلوا انه نمول لهم معدات اللي بدهم يشتروها حتى يطوروا اعمالهم ويوسعوا اعمالهم، يعني بسموا بالانجليزي برنامج الليزنج او التاجير التمويلي كمان باللغه العربيه، وهذا ايضا بنسويه بطريقه بناء على الشريعه الاسلاميه، وفي بعض الشركات تفضل هذه الوسيله، ولغايه الان في شركتين فلسطينيات كبار شغالين في هذا المجال، واحده منهم هي شركه اجاره، صندوق الاستثمار مع البنك الاسلامي للتنميه مع البنك الاسلامي الفلسطيني اسسوا هذه الشركه، لغايه الان استثمرت 14 مليون دولار، نريد ان نرفع هذا المبلغ نوصله حوالي 22 مليون دولار في السنه القادمه، وبعدها نوصله حوالي 50 مليون دولار باذن الله، حتى شركه اجاره تاخذ يعني حجمها الطبيعي في السوق بعد ان اثبتت جدواها وجدارتها في المرحله الماضيه. وفي ايضا هناك شركه بالليز تقوم بمهمات مماثله، ففي عندنا شركات اذا تمول المعدات، يعني لا يريد لا يطلب من الشركه ان تستثمر مسبقا، احنا بنشتري المعدات وبندفع ثمنها وبنخلي صاحب العمل يستعملها وبدفع هو بالايجار دفعات شهريه متفق عليها. بالاضافه الى ذلك هناك برنامج ان شاء الله سيعلن خلال اسبوعين، ان شاء الله نتامل انه ايضا تقبل ان تستقبلنا قريبا لنعلن عن انطلاقه برنامج اسمه برنامج التمويل بهدف خلق فرص عمل Financing for Jobs. هذا البرنامج سيكون بالشراكه مع البنك الدولي، البنك الدولي هو اللي صمم هذا المشروع، سندخل في صندوق الاستثمار مع البنك الاوروبي للتعمير EBRD مع مؤسسة هولندية، وأيضا مغتربين فلسطينيين يعيشوا في تشيلي، وأنا بعرف أنك تهتم في هذا الموضوع، أيضا أسسوا مؤسسة مالية ستدخل معنا كشريك في هذا البرنامج الجديد اللي يسعى في مرحلته الأولى إلى تدريب 1500 خريج جامعي في مجالات مختلفة من أجل تأهيلهم وتحضيرهم للانخراط في سوق العمل بمؤهلات متميزة تسهل انخراطهم في سوق العمل. بالإضافة لذلك هناك صندوق ابتكار، صندوق مخصص للشركات المبتدئة والناشئة في مجال التكنولوجيا بالتحديد، هذا بدأ أعماله بالفعل باستثمار أولي 10 ملايين دولار بالتعاون أو الاستثمار بين صندوق الاستثمار الفلسطيني مع بنك فلسطين ومستثمرين فلسطينيين متعددين، ولغاية الآن بالسنتين اللي فاتت قام هذا الصندوق بالاستثمار في 22 شركة تكنولوجيا فلسطينية متقدمة بعد أن أثبتت هذه المشاريع جدواها وتم دراستها ومراجعتها وبالتالي اعتماد استثمار في هذه الشركة. 22 شركة تكنولوجيا فلسطينية تستفيد حاليا من صندوق ابتكار. طبعا سابعا وأخيرا في موضوع ما تم لغاية الآن هو أيضا مشروع عزيز على قلبك وعلى قلوبنا جميعا اللي هو برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اللي هو ايضا جزء من هذه المنظومه، منظومه الاقراض لشعبنا وين ما كان، واعتقد يعني هذا انت في صوره وتتابعه بشكل مستمر. لكن كل ما استطيع ان اقوله انه لغايه الان هذا البرنامج
ووفر 3100 قرض في لبنان في مخيماتنا شعبنا في لبنان بمتوسط حجم القرض 1734 دولار وبقيمة وصلت إلى 5.5 مليون دولار والبرنامج مستمر. في مشاريع في لبنان تكنولوجيا ولا بس؟ جمال في مشاريع تكنولوجيا في لبنان؟ للأسف لا. بس خلينا ببداية هاي المناسبة خليني أذكر إنه سيادة الرئيس إنه صندوق الاستثمار خلال مجلس إدارته قرر منذ حوالي أسبوعين الدخول في استثمار مع شركة عربية كبرى للاستثمار في التكنولوجيا على مستوى المنطقة اللي هو صندوق ومضى. وطلبنا ضمن شروط الدخول في هذا الصندوق الاستثماري أن يكون المبلغ اللي سنقدمه مخصص لشركات فلسطينية أو أصحابها فلسطينية أو مؤسسين فلسطينيين أينما كانوا خارج فلسطين، تخصص هذه المبالغ للاستثمار في شركاتهم. ووافق هذا الصندوق انه بالاضافه لل5 ملايين اللي حنحطها احنا هم حيحطوا 7.5 مليون مقابلها وتخصص 12.5 مليون للاستثمار في شركات صغيره في مجال التكنولوجيا في كل انحاء العالم، شركات مؤسسيها او اصحابها من المبدعين الفلسطينيين في كل انحاء العالم. فهذه سياده الرئيس مجموعه من البرامج اللي وصلتنا الى ما وصلنا اليه الان، وهو كما ذكر خلق حوالي 75,000 فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية. زي ما حكينا في البداية إنه هذا إنجاز ممتاز مهم، لكن إحنا نعي كمان أهمية وصعوبة المرحلة القادمة. نريد أن نضاعف الجهود مع بعض من أجل المزيد من الإنجازات في هذا المجال. إحنا لذلك قررنا أن نؤسس مجموعة جديدة من البرامج. البرامج السبعة اللي ذكرتها مستمرة، ونريد أن نضيف برنامجين كبار نوعيات على هذه المجموعة. الأول هو شركة استثمار زراعي متخصص بالاستثمارات الزراعية، وهذه ستكون على مستوى وحجم وإمكانيات غير مسبوقة في فلسطين. القطاع الزراعي قطاع مهم للتشغيل، قطاع مهم من أجل تثبيت المواطن في أرضه والتصافه فيها، لكن أيضا مهم لاستغلال مواردنا الطبيعية قدر الإمكان بالرغم من القيود اللي كلنا نعرفها. لكن أيضا إحنا نعرف إنه المزارع الفلسطيني تواجه تحديات كبيرة، يعني ضعف قطاع الزراعة حاليا وتراجع مساهمته سواء في التشغيل أو في الاقتصاد بشكل عام مش ناتج من إهمال المزارع الفلسطيني، وإنما ناتج من قسوة الظروف اللي محيطة به. إحنا نريد أن نعمل شركة كبرى اللي تساعد على تسهيل مهمة المزارع، تشتغل مع المزارعين مع الجمعيات التعاونية، وأيضا تطور بنية تحتية مشتركة يستفيد منها كل المزارعين، سواء مصنع علاف على سبيل المثال اللي كل المزارعين يستفيدوا منه، شركة تسويق زراعي اللي تشتري المنتجات من المزارعين المختلفين وتقوم بتسويقها، تعمل أماكن تغليف وتصديرها إلى الخارج وأيضا في الداخل. موضوع المياه واستخدام المياه العادمة تكريرها وتنظيفها واستغلالها في قطاع الزراعة وهكذا. نريد أن نعمل مع بعض شركة للاستثمار الزراعي. هذا مشروع وطني مهم سيركز على الزراعة في المناطق المسمى جيم، ووجدنا تجاوب كبير ليس فقط من المزارعين وإنما أيضا من بعض الجهات المهتمة المستعدة تستثمر في هذا المجال. على سبيل المثال وليس الحصر، البنك الأوروبي للاستثمار في الزيارة الأخيرة لهم أبدوا استعدادهم ليكونوا شركاء في هذا المشروع، بالإضافة للبنك الإسلامي للتنمية اللي أيضا زاروا سيادتك مؤخرا وأبدوا استعدادهم للاستثمار مع الصندوق في مجموعة من المشاريع ومن ضمنها شركة الاستثمار الزراعي. وبالتالي نأمل أن هذه الشركة يكون لها دور أساسي في زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص عمل. هذه إحدى الشركات اللي شغالين عليها، ستكون بتمويل سيصل إلى حوالي 80 مليون دولار. الصندوق بدأ في برنامج مشروعات وعدة سلفة حتى لما تبدأ الشركة من أول يوم يكون في مجموعة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ، من ضمنها مصنع العلاف اللي سيقام في منطقة في بيت أولى في الخليل. هناك شركة التسويق الزراعي، هذا بدأ مصنع العلاف ما قررناه، الأرض تم اختيارها والإدارة تم اختيارها والآن تحت التنفيذ مصنع العلاف.
كانت راح يصلى العلف. العلف نسيمة سنة ونص. سنة ونص. حوالي سنة ونص. نعم. عشر عشر. بالإضافة إلى ذلك ونحن لا نزال في تعداد البرامج اللي سنطلقها في المرحلة القادمة من أجل زيادة حجم ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. سنقوم أو بدأنا التحضير لإنشاء صندوق تمكين اقتصادي بقيمة 500 مليون دولار لأجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولغاية الآن حصلنا على تأكيدات بحوالي 225 مليون دولار لهذا البرنامج. جزء منها سيكون بشراكة من البنك الإسلامي للتنمية، وجزء الآخر بحوالي 100 مليون دولار. مجلس إدارتهم أقر هذا الكلام. في صندوق ثاني آخر اسمه صندوق السوليداريتي أو التضامن العالمي، أيضا مجلس إدارتهم أبلغونا أبلغ سيادتك في زيارتهم الأخيرة أنهم سيوفروا 50 مليون دولار لهذا المشروع. هناك أيضا قرار أولي من إدارة وقفية الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، عنده وقفية في السعودية، ستقوم أيضا بالمساهمة بقيمة 50 مليون دولار في هذا الصندوق، فهذا يجمع 200 مليون دولار. بالإضافة لذلك إحنا تعهدنا في صندوق الاستثمار أن نقدم أيضا 25 مليون دولار لهذا البرنامج، حتى بالتالي نوصل الرقم الآن ل 225 مليون دولار سيتم استثمارها على مدى العشر سنوات القادمة في مشاريع صغيرة ومتوسطة، سينفذ جزء منها من خلال شركات سيتم إنشاءها لهذا الغرض، وجزء منها من خلال مؤسسات الإقراض الموجودة حاليا معنا في هذه القاعة. ونتأمل أنه هذا سيخلق جزء كبير من 100,000 فرصة عمل اللي تحدثنا عنها سابقا. بقي أن أقول أنه هذا كله اللي فات واللي جاي يكون دائما سيكون دائما بجهد متكامل تكامل. ذكرنا مؤسسات الإقراض الموجودين معنا، سيادة الرئيس، شركة أكاد موجودة معنا، شركة أصالة، فاتن، شركة الأجارة الفلسطينية، شركة ريف، باليز، فيتاس، الإبداع، صندوق التنمية الفلسطيني. هذول الشركات ومؤسسات الإقراض الصغيرة سيادة الرئيس والشغالين في البلد حابين كمان يعطوا بعض الملاحظات بعد ما أخلص حتى يحطوك في صورة وضعهم كمجموعة. احنا داعمين لجهودهم، ان شاء الله سنستمر في الشراكة معهم. لكن ايضا هناك مجموعة من المؤسسات العربية والدولية اللي ايضا تدعم هذه البرامج، اذكر منها الصندوق العربي للتنمية، الاتحاد الاوروبي، البنك الاسلامي للتنمية، البنك الاوروبي للاستثمار، البنك الدولي، البنك الاوروبي لإعادة الانشاء والتعمير، مؤسسة FMO الهولندية، مؤسسة Invest Palestine من تشيلي، ومؤسسة سلتك القطرية. هاي مجموعة الشركاء الحاليين في هذا البرنامج سيادة الرئيس، ونتأمل أنه خلق هذا العدد من المشاريع وفرص العمل سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبالتأكيد إن شاء الله أيضا على الوضع السياسي العام اللي بنتمنى أنه في المرحلة القادمة أيضا يعني يتحسن ويتطور إيجابيا، بحيث أنه نستطيع أن نحقق المزيد من الإنجازات لشعبنا في كل مكان. شكرا سيادة. شكرا جزيلا لك على هذه الأخبار الطيبة المبشرة والتي تجعل الإنسان مطمئنا تماما إن شاء الله للمستقبل. انت هلا بالمشاريع بتذكرني بمشروع عملناه في سنة 1978 في غزة، وهو مشروع تصدير الحمضيات والتي كان مسؤولا عنها المرحوم الحاج رشاد الشوق رحمة الله عليه. وهذا المشروع فعلا عملناه باسم اللجنة المشتركة الفلسطينية الأردنية، عندما كان عندنا اخترعنا شيء اسمه اللجنة المشتركة، وكنا نعمل مشاريع من هذا النوع، مشاريع إسكان، وظل هلأ موجودة بعض الناس اللي سكنت في هذه البيوت. يعني
كنا نفكر من زمان كيف يمكن أن ننهض بأهلنا الذي الموجودين تحت الاحتلال بمشاريع من هذا النوع، وكنا عاملين زمان التوأمة بين بعض المدن الفلسطينية وبعض المدن العربية كلها من المحيط إلى الخليج، كنا عاملين 17 تقريبا مدينة مع 17 مدينة بالإضافة إلى كان في يعني دعم خاص لجامعتي النجاح والبيزيد. فهذه المشاريع من زمان كنا نفكر فيها، لكن مرت أيام والظروف الصعبة 78 أحمد الله أنه الآن تفكرون بهذه المواضيع، لأنه الإنتاج والصناعة هي عماد الدولة، يعني إذا دولة مش تعيش على الاستهلاك ليست دولة. إحنا ما عندناش شيء غير العقل الفلسطيني، هذا هو اللي الله حبانا فيه، وصدقوني هذا أهم شيء، أن يكون هناك عقل ينتج ويفكر، وبالتالي ممكن للشعب أن يعيش وأن يستمر. أنا بدي أحيي الشركات الخاصة كلها، هذه مبادرات شخصية تقوم بعمل وطني، مش عمل استثماري، ولو إنه عمل استثمار مهم، العمل الربح مهم، لكن أن تقوم بعمل لإقراض الناس من أجل أن يقوموا هم بتشغيل أنفسهم، فهذا شيء عظيم جدا. أنا بحييهم، بعرف شو قاعدين، لكن ونحيي صندوق الاستثمار طبعا. بيهمني إنه يعني لفت نظري إنه الاستفادة من المستثمرين اللي برا، نجيب مستثمرين من برا أيضا ليستثمروا ويربحوا ويطمئنوا على فلوسهم، يعني ما بدنا واحد يجي يدفع منحة لا، ولا هبة كمان لا، بدنا إياه يجي يستفيد ويفيد ويفيد بلده، وخاصة إنه كتير ناس من شبابنا ومن أهلنا أنعم الله عليهم وأصبحوا أغنياء بإمكانهم أن يسهموا. فلكن بلفت نظري تشيلي، هذول اللي من 150 سنة هاجر، صدقوني يعني إلهم علاقة بفلسطين زينا، دي شغل أكثر زينا تماما، بربوا أولادهم على فلسطين. أنا زرت تشيلي أكثر من مرة، وزرت مدرسة الأطفال كله فلسطين فلسطين فلسطين، الأولاد 10 سنين 15 سنة يعزفوا ويغنوا كل الأغاني العربية دون أن يفهموا معناها يغنوها، فهذا دليل على الارتباط، بالإضافة إلى نادي فلسطين اللي موجود في تشيلي. فبالتالي هذا النمط من الناس، شعبكم حي برا جوا وتواق إلى أن يخدم بلده، بس يحس إنه في جدية، أهم شيء إنه يكون في جدية، والجدية تتوفر بأنه نريد أن نبني وطناً حقيقياً، مش وطن عايش على وكالة الغوث وعايش على المنح والمساعدة. يعني بدنا نخلص من هالقصة، بدنا نصير نحن ننتج ونبني تكنولوجيا، هذه مهمة جداً، بدل ما يكون في 15 يكون 40 يكون 100. شيء آخر وهو الاهتمام بلبنان، ليش لبنان بالذات؟ أنا بهتم فيها لأنه مع الأسف لا يوجد أي مصدر لهم أو أي دعم لهم، يعني لا يسمح لهم بالعمل ولا بالشغل ولا بشيء، كيف عايشين ما بعرف. فلذلك من كم سنة محمد راح لهناك وبدأنا نساعدهم وبدأنا نعلمهم. الآن في عندنا مشروع آخر اللي هو تعليم الشباب، تعليمهم في الجامعات، يعني يدخل الجامعة أي شاب فلسطيني في لبنان يحصل على الثانوية العامة بصرف النظر عن انتمائه ولا مش، أنا ما لي دعوة، أنا بهمني فلسطيني. آخر السنة بنلمهم كلهم ونبعثهم للجامعات ونعلمهم حتى يتخرجوا من الجامعة، والله مقدرنا حتى الآن إنه نقدر نصرف عليهم، وإن شاء الله بنستمر بالصرف عليهم حتى نساعدهم في هذا. هذا شيء يعني مشروع مهم، كذلك نلتفت إذا قدرنا لباقي الجاليات الفلسطينية، لكن بالدرجة الأولى هون.
في سوريا لا تتصوروا مثله مثل السوري. الفلسطيني في سوريا مثله كمثل السوري تماما في الحقوق، وهذه يعني مكرمة من الشعب السوري أطلقها في سنة 1948 عندما خرجنا وأنا واحد من لاجئين سوريا، قالوا يعامل الفلسطيني كالسوري في الحقوق فقط. وبالمناسبة هذه الكلمة ما حد عارف وين أصلها، يعني مرجعيتها وين، القرار هذا وين، ما حد بيعرف، لكن مطبق للآن، مطبق لهذه اللحظة إنه الفلسطيني يعامل كالسوري الحمد لله. ما عدا ذلك اللي برا عايشين مدبرين حالهم، المهم كيف نحافظ على الوطن هنا، وخاصة إنه نحن مقبلين على أيام صعبة، أيام صعبة جدا. أنتوا لاحظتوا بالأخبار ماذا يحصل الآن، الأراضي الفلسطينية ليست أراضي محتلة، القدس، نقل القدس، الأونروا، ثم جاءوا على الجولان وراح يجوا بكرة على الأراضي الفلسطينية ليعملوا دولة في غزة أو دويلة في غزة. ومع الأسف جماعتنا في غزة يعني حماس موافقين على هذا، وهنا يصادروا ما يصادروا من الأرض وما تبقى، يحصل الناس على حقوق مدنية ودينية فقط. وهذا بالضبط تنفيذ لما ورد في وعد بلفور. يعني وعد بلفور الآن يكشف المستور منه ويطبق في هذه الأيام. خلاص بدهم يقولوا إنه الفلسطينيين لهم هذا، كيف نحارب هذا وإحنا قادرين، كيف نمنع هذا ونحن قادرين. هون كل واحد يلعب دور، وأنتم تلعبون الدور الأساسي، الدور الرئيسي، لأنه كلما كان هناك ناس تأكل وتشرب وتعيش وتصدر كلما ثبتت في الأرض. فبالتالي نحن ما دامت الديمغرافيا موجودة المهم نحافظ على بقائنا هنا بكل الوسائل التي نستطيع أن نعملها. أنا أحييكم تماما وأشكركم، وأشكر القطاع الخاص اللي بشوفه بالتلفزيون، بشوفش غير فاتن بس هذا الجيوسي عامل دعاية كبيرة لحاله سيادة الرئيس. إذا سمحت لي سيادة الرئيس، في واحد من الإخوان ممثلين هذه الشركات سيعطي ملاحظة. على كل حال أنا خلصت، أنا بقول إنه إحنا بنحييكم فعلا على هذا الجهد، على هذه المبادرات الطيبة، لأنه هذه مبادرات للشعب مش إلكم، هي للشعب. فكلما ساعدت واحد أو عشرة أو مئة أو ألف، كلما أحييت واحد أو عشرة أو مئة أو ألف من العائلات، هذا بساعدنا أن نقعد ولا نعتمد على مساعدة أحد وعلى دعم ولا على دعم أحد، وإنما نحن ننتج ونصدر. الشيء الأخير، أنا بتمنى أن يكون عندنا بدل الثلاث مدن صناعية 13 مدينة صناعية، والثلاثة يكونوا مليانين. لا مش مليانين، صحيح. فبدي أولا يمتلوا، ثم يصير في عندنا 13 مدينة صناعية، لأنه هذه المدينة أو كل مدينة لحالها كلما كان فيها مصانع أي تنتج أي تصدر أي تأتي بالعملة الصعبة أي تأتي بالعمالة وتشغل الناس. وأهلا وسهلا فيك. بداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي، أنا حابب أشكر الشكر الجزيل على إتاحة هاي الفرصة إلنا إنه نلتقي فيك، لأنه هذا كان أحد من الشكر كل يوم. إحنا بسعدنا طبعاً. أقل مفيدة. طبعاً الله يخليك. فإحنا سعداء جداً وبنشكرك إنك أديتنا هذا الوقت. نشكر الدكتور محمد مصطفى على إعطائنا هاي الفرصة فعلاً وإتاحتها للالتقاء فيه والتعريف بالقطاع والتعريف بمشروع إبدأ اللي كان أحد المشاريع الرائدة واللي إحنا فعلاً استفدنا منه، واستطعنا نخدم مزيد من الشباب من الفئات المهمشة والنساء في مجتمعنا ونساعدهم على بدء مشروعاتهم والتوسع. طبعاً أنا حابب أحكي كمان كلمة في حق صندوق الاستثمار الفلسطيني، إنه هو من أفضل الجهات. إحنا تعاملنا مع الكثير من الجهات المحلية والدولية، وهم فعلاً من أكثر الجهات اللي تعمل بمهنية عالية بموظفين وشبابه وبفكر استراتيجي يساعد في خدمة الوطن ومبني على تقديم الخدمات المستدامة اللي تتفق مع توجهات سيادتك، وليس الخدمات المدعمة والمنح وبالتالي هذا شيء مهم جداً للمستقبل. أنا شاكر لك، هذا شيء رائع لنا إحنا. وكذلك أنا بدي أستغل هاي الفرصة لأديك بريف سريع عن قطاع المايكرو فاينانس في فلسطين، وسريع جداً.
احنا نشأنا في نهاية الثمانينات واستمرينا حتى الآن. عدد شركات قطاع المايكروفاينانس في فلسطين هو 9 شركات نجحت في الصمود رغم كل الأزمات والحروب والحواجز، وأصبحت الآن شركات ناجحة تعمل وفقا لأفضل الممارسات على مستوى العالم ومسجلة لدى سلطة النقد الفلسطينية مشهورة برئاسة الأستاذ عزام، وتخضع لرقابة وتوجيهات سلطة النقد الفلسطينية. حاليا احنا هدفنا رئيسي يتفق مع كل التوجهات ومع سيادتك بانه هدفنا رئيسي هو خدمة الفئة المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني من خلال خلق الوظائف وتوفير الخدمات المالية المتنوعة للفئات المهمشة الشباب والنساء لعمل مشروعات والبدء بمشروعات جديدة ومن ثم تحسين ظروفهم المعيشية. وقطاع الاقتصاد الصغير في فلسطين هو من اهم القطاعات احنا بنعده من منطلق طبيعه وتركيبه الاقتصاد الفلسطيني اللي بيرتكز بنسبه 95% منه على مشاريع صغيره وصغيره جدا وغير مسجله في الغالبيه منها وغير رسميه، وفي حد ذاته هذا بيخليها غير قادره على الاقتراض من القطاع البنكي نتيجه لظروفها. ولذلك قطاع الاقتصاد الصغير هو النافذه الرئيسيه لتطويرها وتمويلها وتوفير الخدمات الماليه لها، وهو يشكل بمثابه الجسر ما بين عدم وجود مشروعات إلى حين تطوير هذه المشروعات بالقطاع الرسمي وتحوله إلى القطاع الرسمي والانتقال للتعامل مع البنوك واستمرار التطور. وبالتالي إحنا لا نتنافس مع القطاع البنكي، بالعكس إحنا نتكامل معه علاقاتنا الاستراتيجية معه. بالنسبة للقطاع من أهم إنجازاته على مدار التاريخ، إحنا صرفنا 1,375,000,000 دولار رغم صغر عددنا وحجمنا، لكن 1,375,000 دولار تم صرفه في فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لما يقارب 575,000 أسرة، وهذا عدد مهول جدا في فلسطين. لذلك من أحد الأرقام المهمة اللي ما بيعرفوها الناس وهي أرقام سلطة النقد الفلسطينية أنه 70% من عدد طول المشاريع في فلسطين الآن هي مصروفة من قطاع الاقتصاد الصغير وليس القطاع البنكي، رغم أنه كقيمة قطاع البنكي أكيد 30% أكبر بكثير. لكن أنا أتفق معك إنه الاقتصاد الوطني يرتكز على الانتشار وخدمة المشاريع الصغيرة ودعمها أكثر من التركيز في فقط المشاريع الكبيرة وتطورها. لذلك ما يحدث في قطاع الاقتصاد الصغير وإحنا بنعد حل جنود في الوطن لتحقيق أهداف ولتنمية الفئة القطاع والفئات المهمشة والقطاعات الغير رسمية بسبيل تحقيق أهدافها المستقبلية، وهذه من الشغلات المهمة جدا. وما يميز قطاعنا إحنا طبعا بالإضافة لذلك إنه إحنا حاليا لدينا محفظة قائمة قيمتها 270 مليون دولار لما يقارب من 83,000 مقترض.